أحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. في خطوة نوعية إيجابية جدا وفي انفتاح غير مسبوق من سنوات طويلة وفي حدث مهم بل يعتبر الأهم خلال هذه المرحلة، شفنا خلال يومين هذين زيارة لوفد كبير من مشايخ وأعيان برقة في المنطقة الشرقية لمدينتنا مدينة مصراتة. وفد المشايخ والأعيان مكون من 13 شخصية مهمة من الشخصيات الكبيرة والوازنة اجتماعيا والمعروفة أيضا والمشهود لها بمواقفها المحايدة، مواقفها الواضحة وعدم اصطفافها في أي مناسبة لأي طرف أو لأي جهة. زيارة أعيان برقة هذه تجي كتدشين لنتائج تفاهمات اجتماعات الغردقة في مصر، وهي طبعا جزء أساسي تعد من بناء الثقة بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الغردقة، فتعتبر يعني مسار اجتماعي للمسار الأمني في الغردقة واللي تم الاتفاق فيه على مسائل واجدة، منها مسألة تبادل المحتجزين، إعادة بناء الثقة، حلت مجموعة من النقاط ومجموعة من الإشكاليات. والزيارة هذه أيضا سمح فيها لمشايخ وأعيان برقة بلقاء المحتجزين من قوات الجيش، وأيضا الوفد وفد المنطقة الشرقية اللي ضم شخصيات اجتماعية مهمة لها حضورها الاجتماعي الفعال في برقة، ضمت أسماء واجدة وكانت زيارة مهمة جدا. ومن ضمن الأسماء الحاج دريسي حيا العريفي البرعصي، شخصية يعني صاحب حنكة وهو رئيس الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ برقة. أيضا من أبرز الشخصيات اللي كانت موجودة العمدة الحاج فرج مفتاح العبدلي، وهو من أعيان وشيوخ قبيلة العواقير وقبائل الجبارنة، رجل مصالحات زي ما يعرف. وأيضا كان معنا الحاج أيضا مسعود عمار العرفي، هو شيخ العرفة اللي حيكون معنا في اتصال هاتفي بعد شوية. وأيضا من ضمن الحاضرين وأبرزهم الحاج ونيس عبد السيد الحواز اللي حيكون معنا أيضا في اتصال هاتفي. تم استقبالهم بحفاوة، تم استقبالهم بترحاب في مدينتنا مصراتة، وتلاقوا مع أعيان مدينة مصراتة على رأسهم رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة الحاج محمد الرجوبي اللي بعد دقائق حيكون معنا أيضا عبر الهاتف. وخلونا نذكروا أن اجتماعات الغردقة ناقشت قضايا مهمة جدا زي مسألة تبادل المحتجزين ومسألة تبادل الجثامين، وكان فيها طبعا إضافة لمبعوثين من المنطقة الشرقية، كان فيها أيضا مبعوثين من مجلس الدولة، وكان حاضر مستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي أيضا. وتم التفاهم وتم تحقيق نتائج إيجابية بشهادة البعثة الأممية. وفي تفكير طبعا حاليا الآن بعد نجاح اللقاء الاجتماعي الكبير المهم اللي يعني تم تثبيت التفاهمات فيه وتم الاتفاق على أمور واجدة، فيه تفكير وربما في خطوات في اتجاه فتح الطرق وفتح المطارات بين المدن وبين المناطق الليبية المختلفة. أعيان مصراتة وبرقة وصلوا لتفاهمات مهمة حول تبادل المحتجزين، تبادل الجثامين زي ما ذكرنا، في خطوة يعني اعتبرها الجميع أن هي خطوة إصلاحية، خطوة اجتماعية مهمة جدا على خلفية سياسية أمنية مهمة، وربما هذه حتكون بداية المصالحة الاجتماعية الشاملة والتعاطي مع ملفات أكبر وأوسع وتهم الجميع. وخلونا مشاهدينا الكرام نرحبوا مع بعضنا بالحاج محمد الرجوبي رئيس مجلس أعيان مصراتة. نشكرك حاج محمد لقبولك الدعوة ولأنك موجود معنا ضيف عزيز، وربما أبرز سؤال عندنا الآن شن أهم النقاط اللي تم التفاهم عليها والنقاط الإيجابية اللي حكيتوا فيها في هذا اللقاء مع مشايخ وأعيان برقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم الأخوة المستمعين والمشاهدين. في البداية الأمر ونشكر الإخوة اللي تجزم من التعب في الطريق والمبادرة اللي عملوها مشايخنا في برقة والسادة الفضلاء اللي جوا من هذاك المكان وعلى طريق صعبة جدا أنهم تنقلوا من منطقة إلى منطقة، من بنغازي إلى إجدابية إلى سلت إلى الجفرة إلى الشويرف إلى حتى وصلوا بنوريد ثم مطرق. حقيقة مشوار طويل جدا، مسافة يومين في الطريق وهم ناس كبار، من أجل إيش؟ من أجل الوطن، من أجل حقن دماء الليبيين، من أجل المصالحة الوطنية، ومن أجل السلام، ومن أجل السلم الاجتماعي، ومن أجل نحن حقيقة قدرنا هالظرف هذا وقدرنا هالناس اللي جت تبارك الله فيهم، وهذه مبادرة كريمة، مبادرة يعني مبادرة عظيمة جدا حقيقة يعني. وأهلنا في مصراتة وفي المنطقة الغربية وفي الجنوبية والمنطقة الوسطى، نقول لك والله ما نقدر نفسر لك الفرحة اللي عند الناس. نعم. يعني حقيقة فرحة كبيرة جدا أن الوطن يلتم والوطن يجمع بعضه، ونحن أهل ونحن أهل بعضنا ونحن إخوة ونسابة، ولكن الأحداث هذه تصير والزعل يصير ولا كل شيء يصير، ونحن الوقت الحاضر أهم شيء عندنا هو أن الحروب بين الليبيين ما عادش تقع. لماذا أنا نقتل أخوي الليبي؟ من أجل الحكم، من أجل السلطة، من أجل كرسي، من أجل دولة أجنبية والله محلية والله جارة. لا، نحن الآن إخوة متحابين بإذن الله تعالى،
وسنصلح ما افسده الدهر باذن الله تعالى بوجوه الطيبه اللي جتنا بوجوه المباركه هذه. وعندنا غيرهم موجودين حتى في المنطقه الشرقيه، راوا الاف بالالاف ان ناس ما عادش تبي حرب، ما عادش تبي قتل، ما عادش تبي يعني فرقه بين الليبيين، لان الليبيين وحده واحده، وهذه حقيقه لمسا بها. الاتفاقيات اللي صارت باذن الله تعالى سيتم باذن الله تعالى مبادره كل المسجونين والاسرى اللي ما عندهمش قضايا جنائيه ولا غيرها، او تنتهي المشكله هذه، واللي عنده ميت شاء الله ربي يرحمه حتى ويدفن ويتريح من عليه. فنحن الاسر الليبيه المنتهكه هذه اللي تعبه جدا في جنود اولادها، ولده مش معروف وين، ولده غايب، ولده ولدها مش موجود، اخوها مش موجود، حقيقه هذه معضله كبيره ومساله كبيره، سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب، نحن كلنا واحد. المساله مساله ان مؤامره كبيره جت على ليبيا باذن الله تعالى ستنتهي قريبا بهالوجوه الطيبه اللي جتنا وبالوجوه اللي غيرهم حيجوا، وستشكل لجهد المستقبل، وس يعني نعمل ما في جهدنا كل حكماء ليبيا ومجالسها واعيانها، واللي خلت المشكله اكبر حتى الاتفاقيات السياسيه اللي وقعوهم في الماضي ما حضروش الناس اللي ليهم الدور، اللي هم ذول اللي جونا هذيما والله زي حكماء اللي في مصراته واللي في بنغازي واللي في الجنوب واللي في، لان المجتمع المدني والعقلاء ومشايخ القبائل وعلمائنا وخطباء المساجد والناس اللي في يدهم زمام الامور في القاعده الاجتماعيه، احنا رانا نوحد القاعده الاجتماعيه في ليبيا، رانا وحدنا بلادنا وما حدش يقدر ياثر علينا، لا دول الجوار ولا دول اجنبيه ولا عسكر ولا غيره، ياثر نحن اهم شيء تكون عندنا الوحده الاجتماعيه، الثقافه الاجتماعيه، ان احنا نكون وحده واحده صلبه ليبيا لا تتجزا. اخوتنا اللي جونا من الشرق حقيقه هدفهم كان سامي وهدفهم مبارك باذن الله تعالى، ونحن معاهم في الهدف ان الاصلاح هو الاصلاح باذن الله تعالى. طيب حاج محمد، ويا ريت يعني تصحح لنا اذا كان الكلام هذا مش دقيق، سمعنا ايضا ان ربما في تفكير في مساله فتح المطارات وفتح الطرق يعني البريه والمنافذ الجويه بين المدن المختلفه بين المنطقه الشرقيه وبين مدينه مصراته. نحن تو هكذا كيف الجماعه اللي جونا كيف نحن ما في يدنا شيء، نحن قوارض خير. نعم. ونتوسطوا ونمشوا ونضغطوا على مصلحه المطارات، ونضغطوا على مصلحه الطرق والجسور، ونضغطوا على الاجهزه الامنيه على نضغطوا سواء كيفنا كيفهم. على نفتح الطرق باذن الله تعالى على الجنوب وعلى الشرق والغرب، لان فتح الطرق والمواصلات هذه حتنقص الازمه كثير بين الليبيين، حيبقى في تجاره تمشي، حتبقى في مناسبات اجتماعيه تمشي، انا ممكن ننطلق من مصراته الى البيضه منطقتي وهلي في البيضه ولا في طبرق، ما حدش يقول لي وين ماشي، فالعلاقه الاجتماعيه ترجع كيف ما هي بعد فتره من الزمان باذن الله تعالى، والزمان كفيل بانهاء كل شيء، وباذن الله تعالى ليبيا حتبقى للخير باذن الله تعالى، وهذا نحن سعيين نحن والجماعه اللي جونا هذول وما زالوا نتواصلوا مع اخرين معاهم، ومن هنا حتى من طرابلس ومن بنغازي ومن الزاويه ومن غريان، ليبيا الحمد لله فيها خير واجد وفيها ناس كثيره، ناس افاضل يحبوا وطنهم ويحبوا ناسهم، وباذن الله تعالى حتى تنتهي مشكله ليبيا باذن الله في اقرب وقت ممكن باذن الله. طيب سؤال اخير معك حاج محمد، في مسألة يعني الترتيبات الأخيرة هذه، وسمعنا أيضا أنه ربما يتم تشكيل لجان أخرى يعني لجان فنية اجتماعية، فمسألة اللقاءات هل نتوقع أن يكون في لقاء آخر في مدينة مصراتة أو خارج مدينة مصراتة، وربما يتم التطرق فيه لقضايا أكبر وقضايا أوسع يعني؟ لا بإذن الله، احنا الركن الاجتماعي هذا بيحل كل المشاكل بإذن الله تعالى. نعم. كل المشاكل العالقة في ليبيا حتنتهي بإذن الله بوفق لجان ووفق توافقات، لأن ليبيا ما بنيت إلا بالتوافق. سنة 49 و48 واحسن مثل ميثاق الحرابي اللي دروا في درنا في 46، والمثل الثاني في سنة 16 في سنة 17 توقيع اتفاقية الصلح بين تورغ ومصرات، هذين هن الاساس في المصالحة بين الليبيين. لابد ان نكون احنا ناخذ العبرة من الماضي، ليبيا لا تبنى الا بالتوافق بين هنا وبين ناسها وبين مواطنيها، لان كيف يجيني ناسي من البيضة ولا من بنغازي ولا من غيره نقدرهم ونحترمهم وهم يحترموني يبقى ياخذوا حتى اللي عندي في البيت. نعم. لان هذه عاده الليبيين وهذه تقاليدهم، ونحن ما نطوش على اهلنا وناسنا. باذن الله. نعم، نشكرك جزيل الشكر الحاج محمد رجوبي رئيس مجلس وحكماء اعيان مصراته، شكرا جزيلا الحاج محمد رجوبي لقبولك الدعوه، وكنت معنا ايضا ضيف عزيز واعطيتنا هذه التوضيحات. وخلونا نرحب مع بعضنا بالحاج ونيس عبد السيد الحواز. حاج ونيس سعداء جدا بقبولك الدعوة وضيف عزيز معنا في البلاد، وأيضا كان معنا الحاج محمد رجوبي اللي استقبلكم في مدينة مصراتة، ياريت تعطينا فكرة كيف كان الاستقبال وأيضا أهم النقاط اللي أنتم كنتم ماشيين بهن وتكلمتوا عليهن.
وشكرا على خدماتك مع البرنامج اللي قدمته، وهذا فعلا نشاط يشجعنا ان انتم تهتموا بهذا الشيء. احنا فعلا كان الاستقبال ما تعرفش يعني استقبال يمكن بعيد عنا ولا كان مفقود بشكل. احنا كان في عوامل نبعد فينا عن بعضنا، ومش يد سوداء تشتغل ولا بيتنا، ولما جينا الدنيا كل يصير عند قطبي. كان فعلا تجاوز من الشرق والغرب في هذه الخطوه الكريمه اللي ان شاء الله باذن الله تبدا هي مفتاح الفرج للليبيين. نعم. اي نعم. طيب مسألة يعني نعم. قلت لك كانت هي نقول ان شاء الله بربنا هي مفتاح الفرج بين الليبيين. الليبيين خوت وعندهم وسيلة تاعهم في بعضهم، وعندهم وسيلة علاقة تختلف على كل تركيبات الدول الأخرى. الليبيين. طيب مسألة المحتجزين هل فيها ترتيبات يعني مستقبلية قريبة؟ هل نقدر نقول يعني يا حاج عبد الونيس أن في الفترة القادمة أو في خلال الأسبوع الجايه نسمع عن إفراج عن المحتجزين بالكامل؟ في نعم. ترتيبات واضحة وصريحة وصادقة من طرفين، من قيادة العامة للجيش الليبي في الشرق، ومن قيادة الجيش الليبي في الغرب، ومفروض جيش واحد مو جيشين، لكن الله غالب من الناس اليد السوداء اللي خلتنا بالشكل هذا. وفي تفاهم وناس مشتاقة للصلح وللقوى، عن قريب عن قريب بإذن الله حيجنكم مفاجآت ما يتوقعها الا اي شخص. المطارات، الطرق، المسلحه بقوه وبصدق، وطلق نفس السجناء من الطرفين، وتسليم الجفامين للطرفين، حيطلع اليد السوداء اللي تخدم ضد الليبيين. نعم، وكنا نحكوا ايضا مع الحاج محمد رجوبي اللي استقبلكم حاج عبد الونيس، فسالنا على مساله هل نقدر نحن نتكلم ايضا في المستقبل مع التقدم الكبير هذا ومع كل هذه الاشارات الايجابيه، نتكلم على ملفات اكبر لها علاقه حتى بتوحيد مؤسسات، يعني يكون الكم فيها دور مهم جدا. هذه لا شك ان اول مره المؤسسات اللي هي ماسكين من رجال ليبيين اصيلين زي صندوق الضمان الاجتماعي، زي الدعم المركزي، يعني كلنا نبغى عده مؤسسات مربوطه ببعضها كلها تطلع على حلقه واحده، ما فيش يعني قتال، كلنا يخرج من مكان واحد ومتصلات ببعض. نعم. زي اداره الجوازات، زي هذا كلهم ما زال المؤسسات مع بعضها يعني. نعم. طيب الامر الاخر في قضيه المحتجزين حاج عبد الونيس، في يعني الرتب الكبيره زي على سبيل المثال العقيد عامر الجقم، هل تم الحديث على مسائل زي هذه؟ هذا كله في الطرح اللي يطلع، وما فيش واحد يبقى قاعد في الشجون لا في الغرب ولا في الشرق. هذه اللي متفقين عليها بصدق وامانة، وكانوا فعلا متجاوبين لابعد الحدود. ما فيش واحد يبقى محجوز ابدا، لا من الشرق ولا من الغرب، رتبه كبيره ولا صغيره، لان ابناء اسر كلها، رتبه صغيره ولا رتبه كبيره. نعم. طيب سؤال اخر معك حاج عبد الونيس، وشكرا طبعا لوقتك، نحن عارفين ان وقتك ضيق، ونحن نشكرك من جديد انك انت ضيف عزيز معنا وقبلت الدعوه هذه. هل حنشوف الان اجتماعات يعني مقبله في المنطقه الشرقيه من اعيان المنطقه الغربيه، من مصراته، من طرابلس، من المنطقه الجنوبيه؟ هل تم التفاهم على ان تستمر هذه اللقاءات؟ احنا نقول لك الخطوه الصحيحه اللي كانت متحركه في هذا الفتح، نقول فتح ان شاء الله رب سبحانه وتعالى، رجال الاعمال من مدينه المرج بالاخص ومن مفراتها، هذا اللي فتحوا المجال هذا وهم اللي تحركوا فيه، وانت عارف رجال الاعمال ديما هم مفاتيح الدوله ما مكان. وفعلا رجال الاعمال هم اللي تحركوا وعلى حسابهم الخاص المشي والسيارات وكل الاقامه كلها من رجال الاعمال من مفراتها ومن مدينه المرج. ما مو ضروري نقول اسمائهم، ولكن في اللي موجود معنا. نعم. باش نقول لك صح. طيب. وكان يجب يقول لك حاجه ما توقعهاش الانسان في 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 تهاجس الليبيين بهذه الخطوه، الخطوه يعني شو نقول لك، الانسان مش عارف كيف يقولها ولا كيف يوريها ولا كيف يقول شيء. يعني كان فعلا الليبيين
اش نقول لك؟ لو كان الخطوه هذه ما تصيرش اللي عاطلها حل به نصروا كلهم كيف طيب. وسؤال اخر عند علي، رحلتكم يا حاج ونيس، يعني انتم نزلتوا في مصراته وبعدين هل كانت عندكم جوله في بعض المدن الثانيه؟ والله الرحله نقولها لك رحله نعم شاقه في طريقنا، ولكن حلوه من النتائج نتاعها. يعني ما كنا نمشوا في 600 كيلو مشينا 1700 كيلو كويس ولا لا، لكن لما استقبلونا الناس ولقونا في مسؤولين كبار بما فيهم واحد ضباط جيش كبار وضباط شرطه، يعني ما كناش مشينا اي شقنا على المرحله الخطيره بكثير. وما قصروش معنا، افتحوا لنا اقرب طريق طلعنا مع اخر. يعني وكانت رحله شاقه فعلا، وكانت فيها جميع العواقب. واحد يقول تو الو نسمع فيك يا حاج ونيس، نسمع فيك. نعم نسمع فيك بشكل واضح. كانت جميع كان العقبات كلهم يقولوا توي يرسلوك توي يذبحوك توي، يعني جميع الحاجات يقولوا فيهم ما كناش قلنا نحن ماشيين، ما عادش عندنا الامر في ما اكثر من ما مضى ماشيين مشي على كيف يذبحونا ويعتقلونا. انا لقينا ناس جاي طبعا لنا الحرير على 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 الطريق، مش يعني مين ما عرفناش معكم معاه. نعم كل حاجه حوالينا، ما حد يشيل برنامج قالوا تبوها انتم كلكم. نعم وبرضه في تجاوب مع القياده قالوا لنا عدوا وعندكم الضوء الاخضر اللي يديروها ماشي. ايوه طيب في سؤال اخير معك يا حاج ونيس. نعم تفضل. نعم سمحنا على المقاطعه يا حاج ونيس، سؤال اخير معك اكيد قبل ما تمشوا، يعني تعطينا فكره عن المزاج العام للتركيبات والتركيبات الاجتماعيه والقبائل على مساله المصالحه قبل ما انتم تنطلقوا في رحلتكم هذه الى مدينه مصراته وتنتهي بهذه التفاهمات الايجابيه. كيف كان المزاج العام لكل الشخصيات الاجتماعية ولكل قادة التركيبات الاجتماعية في المنطقة الشرقية؟ كل التركيبات الاجتماعية العاقلة المحترمة الوطنية كانت مستعدة تمشي معنا، ولكن قلنا نحن مجموعة بطالة ولا رجال في أعمال، نحن مجموعة نبغى نمشي البحر ونحن الأولين. كان نحن صار منا هو يمشوا الناس الأخرى اللي مبيعين، وكان عاد نحن رحنا عاد هذيك كل عاد يتحمل مسؤوليه نفسه. الحق نشكر رجال الاعمال اللي كانوا عندهم خطوه جميله فعلا فعلا فعلا، وكانت في وقتها وكانت بفتح قدامها لابو. نعم. نشكرك جزيل الشكر حاج ونيس عبد السيد الحواز، شكرا جزيلا عضو الهيئة الوطنية لمشائخ برقة. نشكرك جزيل الشكر يا حاج ونيس، شكرا لقبولك الدعوة، والشكر طبعا للحاج محمد الرجوبي رئيس حكماء مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة اللي كان معنا. وزي ما سمعتوا مشاهدين الكرام أو الناس اللي التحقت بنا الآن، تم الاتفاق بشكل رسمي على مسألة فتح الطرق والمنافذ الجوية وفتح الطرق بين المناطق المختلفة وبين المدن الليبية في الشرق وفي الغرب، ويعني يعتبروا فيه إنجاز مهم جدا. وأيضا تم الاتفاق بشكل رسمي ونهائي على مسألة المحتجزين الموجودين عند الطرفين، يعني المحتجزين من سواء من قوات الجيش أو من قوات بركان الغضب. وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجان في المستقبل حتتابع هذه التفاهمات، وحتكون في لقاءات أخرى يعني قادمة في المستقبل. وكان المناخ إيجابي سواء من مشايخ من برقة أو من حكماء وعيان مدينة مصراتة، وكان إيجابي جدا، ويبدو أن التفاهمات مشيت بشكل سلس وبشكل مهم جدا. في نفس الإطار الإيجابي هذا، واليوم عندنا يعني يبدو أن عندنا أخبار إيجابية كلها، نبو نمشوا لخبر إيجابي آخر وهو عن لقاء شباب ليبيا، وهو المؤتمر الشبابي الأول من نوعه واللي صار في الجنوب وتحديدا في تويوة. مجموعة من الشباب الليبيين ونشطاء في العمل المدني ونشطاء في المجتمع المدني اللي تلقوا في الجنوب وتكلموا على السياسة وتكلموا على قضايا مهمة، تكلموا على قضايا المصالحة، قضايا الحوارات السياسية، قضايا أمنية وكل الشؤون وكل الأشياء المهمة والقضايا العالقة الآن ودور المجتمع الدولي ودور البعثة الأممية. فخلوني نرحب بأحد الضيوف اللي كانوا موجودين في الجنوب وأحد الشباب النشطاء في المجتمع المدني، السيد أحمد تواتي اللي انضم لنا مدينة مغازي. أحمد سعداء جدا بانضمامك لنا وتلبيتك الدعوة. أهلا وسهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. نعم بداية أحمد، قبل ما نحكي على المؤتمر الشبابي الأول وهو الأول من نوعه في الجنوب الليبي، نبي نسمع رأيك في مسألة اللقاءات هذه الأخيرة. وكان معنا مجموعة من الأعياد والمشايخ، كان معنا الحاج ونيس الحواز، كان معنا أيضا الحاج محمد رجوب من مدينة مصراتة. نسمع رأيك في هذه اللقاءات، وطبعا لقاء تاريخي ولقاء الأول من نوعه واللي تم الاتفاق فيه على مسألة تبادل المحتجزين إلى آخره.
نعم، الحقيقة هذين خطوات إيجابية جدا وخطوات مبشرة، والحقيقة تطمن أهالي الناس اللي هم محتجزين في كل ربوع ليبيا. والحقيقة نتمنى بصراحة أن هذه الأمور تكون مش بس بين مصراتة والمنطقة الشرقية، وإنما تعم كل ليبيا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. والحقيقة لا يمكن أن يكون ليبي يحتجز ليبي لأسباب سياسية أو لاختلافات، أو ما كناش نتمنى أن نصل لهذا الوضع، ولكن بما أنه هو لا غالب أمر واقع، الحقيقة نثمن كل الجهود وكل المبادرات وكل المساعي اللي من شأنها أن هي تخفف من حالة الاحتقان، وأن هي ترقب الصدع، وأن هي ترمم جزء من النسيج الاجتماعي في ليبيا. نعم، ندخل إذا في موضوعنا المهم واللي أنت كنت جزء أساسي فيه أحمد تواتي، مؤتمر الشباب الأول من تويوة. ياريت يعني تطلعنا وتطلع المشاهدين والمشاهدات أكثر على التفاصيل اللي ربما هي يعني ما طلعتش في الإعلام، باستثناء الحديث عن القضايا السياسية، دور البعثة، والناس اللي تتحاور، والحوارات المتوازية اللي موجودة في بوزنيقة والموجودة واللي حتوجد في المستقبل في سويسرا إلى آخره. شن هي وجهة نظركم وشن هي العناوين العريضة اللي أنتم تناقشتوا فيها؟ الحقيقة أولا لابد أني نشكر كل الشباب بصراحة اللي تجشموا عناء السفر لمسافات طويلة جدا حتى يكونوا حاضرين في هذا المؤتمر. يعني حوالي 1300 كيلومتر بعدها عن بنغازي، وأكثر من 1000 كيلومتر بالنسبة للشباب القادمين من طرابلس. هذا أولا، وهذا شيء دل الحقيقة يدل على أن هؤلاء الشباب فعلا يمتلكوا الإرادة وعندهم عاقدين العزم على أنهم لابد أن يكون لهم دور، لابد أن هم من يحدد مستقبلهم، لأن هم المعنيين بالمستقبل. وللأسف الشباب استعمل فقط وقود للحروب، ولكن هو في الحقيقة يجب أن يكون وقود للتنمية، وقود للمستقبل، لأن المستقبل له هو لهم الشباب ولأبنائهم. يعني فكان في نقاشات في البداية مع مجموعة من الشباب على إمكانية أن نحن نعقد هذا المؤتمر، والحمد لله تكللت كل الجهود بالتعاون كل الأطراف. الشباب من الجنوب هم اللي نسقوا لوجستيا كل الإجراءات غادي، ومن الشرق ومن الغرب تكفلوا بموضوع اللوجستي النقل وإلى آخره. اجتمعنا هناك وكان على قبل ما نجو في محدد مسبقا ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو مسار البعثة، مسار البعثة ومنهجية البعثة، وشن رؤيتنا نحن كشباب من هذا المسار، هل هو صحيح أم عندنا عليه ملاحظات أو لنا رأي فيه. النقطة الثانية وهي الحكومة الانتقالية ومتطلباتها اللي هي حتنتج عن الحوار اللي هو الآن. طبعا قلنا انتقالية لأن أردي نحن تحت أمر واقع، كلنا يتمنى أن نحن نمشي لمرحلة دائمة، مرحلة مستقرة يحكمها دستور، ولكن للأسف الشديد هذا أصبح يعني لا مجال أو لا مرد من أن نحن نمشي إلى مرحلة انتقالية أخرى للأسف الشديد. فنحن برضو كشباب كنا واقعيين وما كناش حالمين أكثر من اللازم، ومن الضرورة أن نحن نتعامل مع الوضع اللي هو موجود على الأرض. طيب قبل ما نمشي للمحاور الثاني طبعا على الصعيد التنفيذي والتشريعي. نعم، سمحني على المقاطعه، لكن عشان ناخذوهم يعني بالتفصيل اول باول، البعثه الامميه شنو هي ماخذكم او ملاحظاتكم على عمل البعثه الامميه، خصوصا يعني باداره ستيفن ويليامز وهي مبعوث الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده بالانابه، شنو هي الملاحظات او الماخذ اذا في ملاحظات وماخذ؟ يعني الحقيقة أول ما تناقشنا على كل الأسماء اللي يعني يروج لها أن هي موجودة في الحوار، طبعا عارف أن كل تسريبات إلى الآن ما فيش شيء، هو أن لقينا أن نوعا ما المعايير غايبة. يعني خلال 4 أو 5 سنوات لم تستطع البعثة في أن هي تضع معايير حقيقية بناء على أساسها يتم اختيار من يكون ممثل في الحوار. ولكن برضو نحن ما نقدرش نلومه على البعثة، لأن المجتمع في حد ذاته تركيبته ما هيش منظمة، بمعنى أن المجتمع مش متأطر في مثلا نقابات وفي روابط شبابية واتحادات طلبة بالمعنى الحقيقي وموحدة.
فيصعب انك انت وحتى على مستوى مسألة الأعيان القبائل ايضا كل قبيلة منقسمة على نفسها، وبالتالي البعثة زيها زي ما حتى نحن تناقشنا كثيرا في هذا الأمر ووجدنا في صعوبات في انك انت فعلا تحدد معيار ممكن انه هو يكون واضح ويكون ما فيش اي لبس في اختيار الاشخاص اللي هم فعلا يكونوا ممثلين. ولكن على الاقل في بعض الشخصيات لا يوجد لها اي مبرر في الاختيار بصراحه، يعني لا تمثيل قبل اجتماعي ولا تمثيل انتخابي ولا اي وزن فاعل على الارض. فهذه كانت احد النقاط اللي ناقشناها على البعثه. الشيء الاخر هو غياب مكون الشباب ومكون المراه. مكون الشباب يعني حسب اخر احصائيه نسبه فوق الاعمار 65 في سنه يمثلون فقط 9% من سكان ليبيا. يعني من غير المعقول أن يكون النسبة الغالبة في أي حوار يناقش المستقبل ويناقش البحث على حلول يكون التمثيل الأكبر فيه لمن يمثل 9% فقط من الشعب الليبي. طيب بينما ربما أحمد يعني سمحني على المقاطعة، مسألة الشباب ومشاركتهم اللي هي مهمة لأي مجتمع يعني، ونحن نعرف أن العالم كله خصوصا العالم الغربي يعني ماشي في اتجاه تشبيب السياسة والشباب يعني يقوده في العالم، لكن في البعض يعني يقول لك يا أحمد الشباب مهمشين أنفسهم بأنفسهم، الشباب يعني اختاروا اختيارات سلبية قاعدين يحملوا في السلاح ويختاروا في الطرق الأسهل للكسب المادي إلى آخره، الشباب ما يأدوش في دورهم الحقيقي يعني، أو على الأقل قطاع عريض منهم. نعم هو هذا كلام حقيقي، وهو هذا بس برضو ما يخصش الشباب نفسهم، يخصش المجتمع كله، الشعب كله في حالة من السلبية كان يقدر أن يفرض آراء أو يفرض حلوله، ولكن للأسف الشديد نحن جديدي عهد بأن نحن نمتلك زمام الأمور، نحن تعودنا على أن الحلول تأتينا جاهزة ونحن بس ننتظرها يعني. ولكن هذا في الفترة الأخيرة تغير، يعني حركات انطلقت على الأرض رافضة للظروف المعيشية اللي صايرة في كل ليبيا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، أعطت دلالة بأن الشباب وصل لمرحلة بدأ يستوعب أنه هو معاش ينفع أنه هو يقعد فقط متفرج، وهذا اللي دعانا، هذا أحد أهم عناصر الأساسية لعقد هذا المؤتمر، هو أن نحن كشباب ولأول مرة في ليبيا نحاول أن نحن نقدم حلول لكيف نرى الحل. نحن نعرف أن كل المشاكل اللي عانت منها البعثة وحتى في لقاءات كثيرة عبر عن ذلك غسان سلامة بأن الليبيين يأتوه بالمشاكل ولكن لا أحد يقدم له حل وينتظر الحل من البعث. فلهذا نعتقد أن هذه أول مرة أن الشباب يضعوا حلول حقيقية وتصورات واضحة لمسارات الحل ولما يجب أن يكون مضمن في الحوار، ولا يناقش من سيذهب للحوار وكيف ممكن أن يكونوا ممثلين من هذا المؤتمر، بقدر ما هم يناقشوا أن أي شاب بنسبة معقولة ونص عليها المؤتمر تكون موجودة يدعم بشكل كامل من قبلنا. وبالتأكيد لا يمكن لأي شاب حتى من منظور براغماتي مصلحي لا يمكن لأي شاب أن هو يمشي في مسار أو يوافق على أي شيء من شأنه أن هو ما يقودش إلى الاستقرار. يعني أي شاب يكون موجود بالتأكيد هو حيبحث على الاستقرار عشان يبحث عن المستقبل يكون أحسن بالنسبة له ويقدر أنه هو يعيش المستقبل هو وأبنائه. طيب سمعنا أيضا أن تم الحديث عن الفساد، طبعا زي ما تعرف أحمد يعني مسألة الفساد هذه هي اللي طلعت المظاهرات في كل مكان في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب. كيف تعتقدوا أن يعني النتائج بتاعت نقاشاتكم وحواراتكم المهمة هذه عن الفساد كيف من الممكن أن هي تؤثر في المشهد العام، ويعني جزء كبير من المسؤولين الفاسدين قاعدين يقودوا في المشهد الآن في ليبيا أو على الأقل المتهمين بقضايا فساد؟ الحقيقة عشان تكلمنا على هذا الموضوع في تكلمنا في نقطتين. نعم النقطة الأولى هو مسألة الحوارات اللي صايرة الآن بين المؤتمر بين الاستشاري والمجلس المجلس البرلمان في مسألة السلطة القضائية والنائب العام، وأن هذه يحكمها قانون وأن لا يجب أن يتدخل فيها
باعتبار حتى يعني نوعا ما تكون مستقلة وتكون قادرة على أن هي تحاسب الفساد حتى في أعلى مراتب السلطة يعني. والنقطة الثانية في أن نحن الحكومة المقبلة تم الطلب منها في واحد من البنود بأن هي يعني كتجسيد للشفافية أن تكون لديها تقارير كل 3 أشهر على ما تم إنجازه، على ما صرفاته، وعلى الأقل تعطينا قراءة وين تسير هذه الحكومة حتى لا ننام ونجي في نهايتها ونجدها لم تنفذ شيء، وبعدين نبقى نتناقش في مرحلة انتقالية أخرى. نحن قلنا هذه المرة لا يمكن أن بصراحة نسمح أن هذه الحكومة تأخذ راحتها، نقعد نتفرج عليها ثم نأتي في النهاية ونصطدم بأن لا يوجد أي حل إلا الذهاب إلى مرحلة انتقالية أخرى. فقلنا من البداية كل 3 أشهر هي ملزمة بأن هي تقدم تقارير تعطينا شنو نسب إنجازها وشنو مصروفاتها وين وصلت من الترتيبات والتجهيزات التي تقود إلى انتخابات برلمانية أو رئاسية أو حسب المسار الدستوري أو الوثيقة الدستورية اللي حتنتج. نعم، طيب خليك معنا أحمد تواتي، وترحب أيضا ترحب بعضنا بالسيد محمد الأنصاري وهو أيضا كان من ضمن المشاركين في المؤتمر الشبابي الأول. سيد محمد، سعداء جدا بانضمامك لنا، وأيضا شكرا لقبولك الدعوة. كنا نتكلم مع زميلك أحمد على مسألة القضايا اللي تم إثارتها في مؤتمركم وتعويلكم أنه هو يكون مؤثر، فخليني أسألك على شيء مهم جدا اللي هي مسألة المصالحة. من أي جانب تطرقت لها؟ عارفين نحن أن يعني الجانب الاجتماعي للمشايخ والأعيان لهم دور كبير جدا، ولكن نبغى نعرف وجهة نظركم في هذا الجانب. يبدو أن الاتصال فصل مع محمد الأنصاري، حنرجع له من جديد. أحمد، سؤالنا هو عن المصالحة في تقديرك، يعني نحن نعرف أن يعني الشخصيات الاجتماعية لها الدور الأكبر والأبرز في مسألة المصالحة، ولكن من أي جانب من الممكن أن الشباب يلعب دور مهم في مسألة المصالحة وفي مسألة السلام؟ الحقيقة الشباب يلعب دور كبير جدا، ونحن الحقيقة تعرضنا لبعض اللوم من الأخوة التبو، الشباب التبو اللي كانوا موجودين في المؤتمر، بأن كشباب لن نتقدم بأي مبادرة لرأب الصدع لبعض الإشكاليات اللي صارت في المنطقة الجنوبية. والحقيقة كانت النقاش بشكل يعني فعلا يدعو أن نحن الشباب يجب أن يتحرك، وهذه ممكن دعوة نوجهها أنا لكل المنظمات الشبابية العاملة في مجال المصالحة أن هي تأخذ زمام المبادرة وتحاول أن هي تنظم صفوفها وتنتقل إلى الجنوب. الحقيقة الجنوب لما شفناه وضع يعني بائس، وضع سيء جدا بصراحة. نحن كنا دائما نتكلم على أن مهمشين في منطقة الشرقية وبرقة، لكن الحقيقة لما شفنا الجنوب اكتشفنا أن نحن في جنة في مقابلهم هم. فالحقيقة نحتاج أن الشباب ينظموا أنفسهم من المنطقة الغربية والشرقية ويشكلوا وفود شبابية. ليش؟ لأن الشباب هم المنخرطين في الصراع. يعني أنت لو قدرت شاب تتكلم مع شاب من الجنوب سواء في إشكالية قبلية بين شباب قبيلتين أو في إشكالية اجتماعية معينة بين مدن معينة، أعتقد أن الصوت حيكون مسموع والصدى حيكون مؤثر. وهم الجنوب بطبع الجنوب بشبابهم ومشايخهم ونسائهم بشعبهم بطبعهم شعب طيب جدا يعني، وأعتقد أن أي مبادرة تصل إلى هناك من شأنها أن هي تحدث فارق حقيقي يعني، وترأب الصدع وتحلحل مشاكل كثيرة جدا. فهذه برضو دعوة، وحقيقة يعني عاتبونا أخوتنا التبو في المؤتمر، وكانوا عند يعني فعلا كانوا محقين في هذا العتاب. وهذه نعم. دعوة نتمنى من كل الشباب أن هم يبادروا، خصوصا الناس المتخصصة في موضوع فض النزاعات وفي الأمور هذين يعني. طيب، السؤال أكيد بلا شك أحمد عن الحلول الآن بعد هذا المؤتمر المهم جدا والأول من نوعه، شن هي الحلول العملية؟ هل فكرتوا مثلا تتواصلوا مع البعثة العمومية، مع الأجسام السياسية اللي هي طبعا أمر واقع وموجودة وهي تحدد في المصير السياسي لليبيا؟ شن هي الحلول الواقعية والعملية المطروحة بالنسبة لكم؟ نعم، طبعا هو ما يتميز به المؤتمر أيضا نقطة أخرى الآن أنت لما تكلمت على هذا السؤال جت في بالي. نعم. وهو أن هذا المؤتمر في ظني على الأقل أو حسب علمي
هو الوحيد الذي جاء بدون أي رعاية، بمعنى أن الليبيين وصلوا لقناعة بأنهم لا يمكن تجميعهم إلا عبر وسيط. فهذا المؤتمر الشبابي ضرب هذه القاعدة وأوصل رسالة بأن لا بإمكان أن الشباب يتواصلوا بدون أي وسيط. ولكن زي ما قلت أنت لازم أن نحن نكون عمليين أكثر، وحتى هذا الصوت يصل. الآن عندنا هذه البعثة الأممية المعنية بصنع استقرار في ليبيا، سيتم منع يعني سيتم التواصل معها وإرسال هذا الإعلان نتاع تويوا بكل مخرجاته وبكل النقاط اللي أثيرت فيه. وما يهمنا في هذه الموضوع هو أن هي تستجيب لنا في مسألة التمثيل، أن يجب أن يكون الشباب ممثل بالرقم اللي نحن قلناه في البيان في الإعلان، والمرأة بذات الخصوص. ونحن تكلمنا حتى على المكونات الثقافية أنهم يجب أن يكونوا موجودين بتمثيل مناسب، وذوي الإعاقة والمرأة. فنتمنى أن هي تستجيب لنا في هذا الجانب. وبعدين أي شباب موجودين في الداخل حتوضع أمامهم أيضا هذه الاشتراطات أو هذه المتطلبات أو هذه التوصيات، سواء للحكومة اللي هي حتكون موجودة بعد الحوار أو على المستوى التشريعي. طيب، ونتمنى أن هم يتبنوها يعني. نعم، أنت يعني تطالب أن البعثة يعني تتبنى مسألة التمثيل إلى آخره، لكن البعض ربما يقول لك هذا هو طرح مثالي وطرح مهم جدا، لابد أن يعني الشباب يكونوا موجودين، المرأة طبعا عنصر أساسي وذوي الإعاقة وإلى آخره. لكن ربما البعثة تقول لك نحن نتعامل بشكل واقعي وعملي، الناس اللي هم يمثلوا في الحوارات هذه هم الناس الفاعلين على الأرض، اللي هي القوة المسلحة المتصارعة على الأرض اللي هي تشكل في الواقع الأمني. فربما البعثة ما تعتبرش في كل هذه الفئات المهمة هي فئات فاعلة في المشهد يعني. نعم، أنت أعطيتني جزء من الحل، يعني أنت تكلمت على أن أحد أهم الجهات الفاعلة هي المجموعات المسلحة، ولكن في هذا الحوار نوعا ما ليست ممثلة بشكل حقيقي هذه الجهات المسلحة. يعني بالأمس خرج بيان من مجموعة بركان الغضب أنهم يبحثوا على تمثيل في الحوار ومش موجودين فيه. إذن لا تزال فيه غياب لمعايير حقيقية لمن هو فعلا فاعل على الأرض، وممكن أن هو بجلوسة وبنقاشة وبحوارة يصل إلى حل يعني. سؤال آخر في النهاية أحمد تواتي، في تقديرك هل تشوفوا أن الانتخابات حتكون حل عملي ومهم جدا في هذه المرحلة؟ في أي مرحلة؟ المرحلة اللي قبل الحوار أو ما بعد الحوار؟ في هذه المرحلة بعد ما يتم يعني الاتفاق، في حال طبعا صارت معجزة التوافق وتم الاتفاق على تشكيل حكومة وتشكيل جسم سياسي يعني اللي يحكوا عليه المجلس الرئاسي المصغر، رئيس ونائبين. نعم، حتى تكون هذه بتفاهمات المحاصصة المطروحة طبعا تمثل حل. نعم، حتى تكون هذه الانتخابات تمثل حل بشكل حقيقي، في اعتقادي أن الحكومة القادمة يجب أن تقوم بمهام محددة ومعينة ومركزة، ونحن أشرنا لها في الإعلان أن هي تهتم فقط بثلاث مهام. من أهمها اللي تهم وتخص موضوع الانتخابات هو أن هي توحد المؤسسات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الداخلية، وتقوم بتجهيز والترتيبات وإعداد الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات، اللي هي تتمثل في الآتي: هو أن وزارة الداخلية تكون موحدة، هو أن تنشأ غرفة مركزية خاصة بعملية مراقبة الانتخابات ومتابعتها وتنفيذها، وغرف فرعية في كل الدوائر تتولاها الجهات الأمنية وتؤمن نقل الصناديق وتوقيت فتح المراكز اقتراع وقفلها وإلى آخره. هذه مهمة الحكومة، إذا ما نجحت في هذه المهمة والتزم البرلمان ومجلس الدولة بمسؤولياتهم في إنتاج بعض القوانين وتضمين هذا الإعلان للإعلان الدستوري، تضمين هذا الاتفاق، في تصوري إن حنذهب إلى انتخابات تنتج على الأقل جسم موحد. بعدين هذا الجسم ممكن إن هو يعني يرتب أشياء كثيرة جدا يعني.
نشكرك جزيل الشكر أحمد تواتي، أحد المشاركين المنظمين للمؤتمر الشبابي الأول. شكرا جزيلا أحمد، كنت معنا بغازي. شكرا لكل هذه التفاصيل ولكل هذه طبعا المعلومات المهمة. في نهاية الفقرة بنتكلم شوية عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالإسلاميين وتحديدا بجماعات الإسلام السياسي، خصوصا تزامنا مع قصة مثيرة للجدل إيميلات هيلاري كلينتون إلى آخره. ولكن قبلها في خبر يعني قبل ساعة من الآن، هو وفاة الحاج حسن عبد الله شابة، الحاج عبد الله حسن عبد الله شابة بمدينة بصرته، اللي توفى تقريبا قبل 3 ساعات أو 3 ساعات ونصف من الآن. توفى بسبب إصابته بكورونا، الله يرحمه ويسامحه، الحاج حسن عبد الله شابة يعني. معروف عنه أنه هو كان له دور مهم جدا في مسألة التسويات السياسية، في مسألة الاتفاقات وممتعة المصالحة الاجتماعية الأخيرة، وحتى في مسألة فتح الطرق بين المدن والمناطق المختلفة بين مدينة مصراتة وبين المنطقة الشرقية. الله يرحمه ويسامح الحاج حسن عبد الله شابة. درنا اليومين اللي فاتن إعادة لعرض لإيميلات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الديمقراطية السابقة، واللي طبعا رفع عن جزء كبير منها السرية، الكلام هذا من عام 2015، وجدين قاعدين يرجعوا أيضا في رفع السرية في الأيام الجاية على جزء كبير آخر منها، تزامنا طبعا مع فترة الانتخابات بحسب ما صرح به وبحسب ما وعد به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. استعرضنا تقريبا بعض الإيميلات اللي رفعت عنها السرية هذه في 2015، ولكن وقتها لم تنشر لم تسرب، وسربت خلال الأسبوعين اللي فاتن جزء منها على الأقل. وبغض النظر عن مسألة توقيت رفع السرية من عدمها الآن، والإيميلات اللي كل يوم يظهر منها في جزء، في جدل طبعا كبير جدا ساير عندنا داخل ليبيا، في دول واجدة في المنطقة، في الشرق الأوسط، يعني في المناطق والدول اللي كان لسياسات الديمقراطيين الأمريكيين فيهن أثر كبير في تشكيل الواقع، الواقع السياسي والواقع الأمني. اللي همنا في الجدل هذا كله هي إعادة التقييم لعلاقة الحزب الديمقراطي الأمريكي وأقطاب الكبرى بالإخوان المسلمين، وعلاقة الولايات المتحدة بشكل عام بالإسلام السياسي وبجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية اللي اصطفتها أمريكا وبريطانيا، أمريكا وبريطانيا تحديدا لما نتكلم على مسألة الاصطفاء، أصطفت جماعة الإخوان المسلمين عشان تكون هي الوسيط السياسي بين الأنظمة الغربية من جهة وبين العالم العربي الإسلامي من جهة أخرى. مجموعة الإيميلات هذه وضحت تقريبا في كل استعراضنا اللي فات، توضح في شكل رهان الأمريكيين الديمقراطيين تحديدا على جماعات الإسلام السياسي، بل إن القضية تجاوزت مسألة الرهان إلى تدشين شراكة وتعاون وهندسة للمصالح المشتركة بين الأمريكان وبين جماعة الإخوان المسلمين. لكن طبعا الأمور اليوم تغيرت واجد على مستوى شعبية التيارات الإسلامية بشكل عام، وشعبية الإخوان المسلمين في شكل محدد أو في شكل خاص. تقريبا قعدنا نشوفه الآن في زي البداية لانفصال حل هذه الشراكة أو التعاون والعمل المشترك اللي كان بين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وبين قيادات كبرى جدا في الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية. ببساطة تقدر تقول إن احنا نشوفه الآن في بداية لذبول الشراكة هذه والتعاون بين الإخوان المسلمين وبين شركائهم الغربيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا أسباب واجدة وأسباب عدة، من بينها الفشل السياسي الكبير اللي منيوا به الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي، تحكي على مصر، تحكي على ليبيا، تحكي على تعثرهم في تونس على سبيل المثال. وفشل طبعا سبب أن في جفاف لرصيد الإخوان المسلمين عند الناس لما هم دخلوا تجربة الحكم، يعني لما أصبحت الأمور على المحك، محك التجربة. كانوا الإخوان المسلمين وقتها في فترة الثورات هذه وبعد سقوط الأنظمة كانوا يعولوا في شعبيتهم على عقدتين أساسيتين، مش على برنامج سياسي ولكن على عقد محددة. أولا خطاب الضحية، عقدة المظلومية، ومسألة تهميشهم والسجون وتعرضهم للقمع إلى آخره من هذه الحجج اللي دائما يسوقوا فيها، أو الأشياء اللي هي يعني مفيدة بالنسبة لهم يعني في خطابهم الإيديولوجي السياسي. وثانيا عقدة الكفاءة التي لم تجرب بعد. لما حكموا الإخوان المسلمين اتضح أن ما فيش كفاءة، وأن إدارة المولات أو إدارة الشركات الخاصة ما هيش نفس إدارة الدول، الأمور تختلف كثيرا. وأيضا عقدة المظلومية ما عادش قاعدة مقنعة لقطاع عريض من الناس لما تحول الإخوان المسلمين في بعض الدول لجلادين. كيف جلادين؟ لما هم تخندقوا ودعموا جماعات دينية متطرفة إيديولوجية، وتم استخدام الجماعات هذه كعصا لتأديب التيار المدني على الأرض، خصوصا في ليبيا وفي مصر. بالمجمل انتهت شعبية الإخوان وتضاءلت أهميتهم كبديل سياسي جاهز يحافظ على المصالح الغربية الأمريكية. وطبعا هذا راهو شيء فاجأ الأمريكيين اللي هم
راهنوا عليهم يعني انهيار شعبيتهم في هذه الدول وتعثر المشروع وخيبة أمل كبيرة بنيوا بها يعني الغربيين وقتها. وزي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت ونذكروا أيضا بقرار أوباما التاريخي اللي أعدته مع هيلاري كلينتون وأعدوه أقطاب الحزب الديمقراطي، القرار الشهير قرار BSD 11، قرار أوباما بالتخلي عن الأنظمة الحليفة لأمريكا لما تنطلق الهبات الشعبية الغاضبة هذه ضد الأنظمة المكروهة شعبيا ومكروهة من قبل شعوبها، وتقديم الدعم المباشر للبديل الجاهز عن الأنظمة الدكتاتورية هذه اللي هم الأخوان المسلمين أو الإسلام المدني. الإسلام المدني اللي تم اختيارهم بعناية من مجموعة كبيرة من الحركات الإسلامية بناء على معايير معينة فكروا فيها الأمريكان. أوباما في الواقع لما جيت تشوف التعامل الديمقراطيين إلى هذه اللحظة مع الإسلاميين وأيضا مشروع أوباما وقراره هذا بإسدي 11 في الواقع هو تكملة لمشوار سلفة جورج بوش الابن، جورج دبليو بوش اللي كان سعيد جدا بشريك أمريكا بعد 11 سبتمبر، بعد الأحداث الإرهابية 11 سبتمبر في 2001، الشريك اللي هو قاعد يضخ الدماء في شرايين جمعيات الدعوات والجمعيات الدعوات الإسلامية والجمعيات الخيرية والمدارس والمعاهد والمنصات الإعلامية، الشريك اللي سموه الإسلام المدني أو إسلام الإخوان المسلمين. طبعا أول مرة سمعنا فيها مصطلح أو الوصف المركب لكلمة أو جملة الإسلام المدني أو الإسلام المدني الديمقراطي، هذه كانت في تقرير شهير جدا وكبير صدر عام 2004 من مؤسسة تراند الأمريكية، كان عنوان التقرير الإسلام المدني والديمقراطي وفكرة البحث عن شركاء والبحث عن مصادر والبحث عن استراتيجيات. قدم التقرير هذا 2004 يعني بعد 3 سنوات من الهجوم الإرهابي على أمريكا، قدم زي الغطاء الفكري الإيديولوجي لسياسة بوش الابن عشان هو يحارب التطرف الإسلامي من خلال تقديم نموذج الأخوان المسلمين كبديل مدني بين قوسين، كبديل ديمقراطي بين قوسين للنسخة المخيفة هذه من التطرف الإسلامي المتمثلة في تنظيم القاعدة. وزي ما قلنا كانوا يشوفوا في حزب العدالة والتنمية في تركيا، فوقتها كانوا يشوفوا في أردوغان ويشوفوا في حزب العدالة والتنمية اللي هو يقدم في نفسه كشريك مهم للغرب وشريك مهم لإسرائيل، وأنه هو يعني يمثل الانفتاح في الإسلام وأنه هو يمثل الإسلام الحداثي واللي عنده قدرة على التصالح مع الآخر وأنه هو يدخل في شركات مع الغرب إلى آخره. وطبعا هذا لما نتكلموا على الشركة هذه اللي كانت بين الأمريكان وبين الأخوان المسلمين ورهان جورج دبليو بوش على الأخوان المسلمين، هذا أيضا سمح لهم في فترة 2004-2005 أنهم يتدخلوا حتى في مسألة عمليات التمويل وفي شبكات التمويل، يتدخلوا عن طريق طبعا الدعم وعقلنة هذه الشبكات متاع التمويل. بعدين في 2007 أيضا أصدرت مؤسسة تراند تقرير واحد آخر وتبنت فيه استراتيجية يعني مختلفة شوية قائمة على بناء شبكات سموهن شبكات إسلامية معتدلة، وهذا كله قاعد في إطار الشركة مع الإخوان المسلمين اللي قدموا أنفسهم كجماعة مدنية أو جماعة علمانية لحد ما بوصف رئيس المخابرات الأمريكية في 2010 في فترة أوباما. في فترة جورج بوش من جديد الإخوان المسلمين وضعوا كبديل عن الإسلام الجهادي بحسب ما يشوفوا فيه الأمريكان، ودخلت أمريكا في شراكة حقيقية مع الإخوان المسلمين، شراكة وتعاون، تعاون يعني أثمر حتى في إشراك الإخوان المسلمين في زي البروفات على الحكم في دول واجدة من بينهن أهم دولة في المنطقة ودولة لها وزنها اللي هي مصر. كلام هذا في 2005، فترة 2005-2006 كان في ضغوط، بوش مارس ضغوط على مصر، مصر مبارك، وكانت الضغوط هذه واضحة وبينة. شفنا فعلا وقتها فوز 88 نائب لأول مرة في انتخابات مجلس النواب المصري، فاز للإخوان تقريبا ما يقارب 88 عضو في البرلمان في الانتخابات التشريعية، وأصبحت عندك أكبر كتلة برلمانية في مصر من أصل 454 مقعد. كان وقتها رئيس الكتلة البرلمانية هذه الدكتور محمد سعادة الكتانتي اللي كان أول رئيس مجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير في 2010 في الدورة الأولى في 2012، وطبعا تم حله بعدين بقرار من المحكمة الدستورية في مصر. فالشراكة بين بوش الابن وبين الإخوان المسلمين واللي تجلت في الضغوط هذه، في الضغوط على مصر والسمح أن يكون في 88 نائب لأول مرة وإن كانت بطريقة ديمقراطية. ولابد أن نلاحظ شيء مهم، من الإخوان المسلمين كانت عندهم بروفات مش بس في مصر، بروفات بسيطة هي في الحكم فترة مبارك وأيضا حتى في ليبيا. الإسلام المدني في فترة بوش كان هو البديل، كان هو البديل عن تطرف تنظيم القاعدة، وفي عهد أوباما أيضا كان الإسلام المدني أو الإخوان المسلمين البديل عن الأنظمة الدكتاتورية هذه في فترة باراك أوباما. بعدين طبعا تعثرت تجربة الإخوان وخاب أمل الغرب في هذه الشراكة لما فشلوا في ليبيا، فشلوا في مصر، وما حسمش الأمور طبعا في تونس، أو أن يعني الأمور مشت في اتجاهات مختلفة عن الاتجاهات اللي تم التخطيط لها. فتضاءلت طبعا أهميتهم كبديل سياسي وكشريك بعد
ما شافه يعني أصبح الغرب يشوف فيها بوضوح أن ما فيش قبول شعبي للإخوان المسلمين، وهذا طبعا أمر ما كانش بهذا الوضوح على الأقل حتى في دوائر مجموعات التفكير في العالم الغربي. يعني ربما يكون في إساءة فهم كبير في مسألة الحضور الشعبي للإخوان المسلمين داخل المجتمعات العربية الإسلامية بالنسبة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية. واستمر طبعا قصة التعاون والتبادل الخدمات هذه استمر في الفترة الأخيرة، يعني تكلم على قريب عقد ونص، تكلم قريب على أكثر من 15 سنة على الأقل من أحداث 11 من سبتمبر، يعني الفترة هذه كلها وإلى هذه اللحظة اللي عند قبل 4 أو 5 سنوات. يعني تكلم على تعاون كبير جدا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مع الإسلاميين، وتعاون قديم يعني بين الإسلاميين وبين أمريكا، صار من قبل في أفغانستان، وبعدها أمريكا قدرت تنتقي بعناية يعني ووصلت للبديل هذا اللي هو الإخوان المسلمين، قالوا والله ربما هضمي أنضج فصيل إسلامي نقدر نحن نتعاون معاه. واستمر التعاون زي ما قلنا أكثر من 15 أو 16 سنة. لكن طبعا العلاقة والمصالح المتقاطعة هذه لما نتكلموا على الإخوان المسلمين، تكلموا على الولايات المتحدة الأمريكية قبل حتى 11 سبتمبر، ولما وقبل بروز السؤال بتاع لماذا يكرهوننا، تحكي على شراكة بين بوش الابن والإخوان المسلمين بعد الأحداث هذه ياهي سبتمبر، وبحث الغربيين عن بديل للإسلام الجهادي بإسلام معتدل أو إسلام مدني زي ما يسموا فيه، ووجدوا ضلتهم في الشراكة مع الإخوان المسلمين اللي عندهم علاقة تاريخية زي ما قلنا مع أهم دول غربية في العالم، تكلموا على أمريكا وبريطانيا، علاقة عميقة، علاقة قديمة، فترة أفغانستان، فترة دعم أمريكا للجهاد الإسلامي ضد الشيوعيين، لما كانت الصحف الأمريكية تسمي في الإسلاميين اللي موجودين في أفغانستان تسمي فيهم المجاهدين يعني وبطريقة إيجابية يعني. وقابلها أيضا في الحرب الباردة من بداية الخمسينات لما استقبل الرئيس الأمريكي إيزنهاور في البيت الأبيض وفد كبير من جماعة الإخوان المسلمين في الخمسينات، في 53 تحديدا، كان من بينهم سعيد رمضان اللي هو نسيب حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين، وكان أيضا رمضان هذا رمضان الأب كان هو مهندس العلاقات الخارجية للإخوان، المنصب اللي طبعا مسكه بعدين يوسف ندى، وقعد يوسف هو يعني المفوض للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين. وبالمناسبة على سيرة الإخوان المسلمين وتاريخهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخهم في المنطقة وفي مصر إلى آخره، وانتهاء بخيبة الأمل الكبيرة بالنسبة للغربيين في الإخوان المسلمين اللي يبدو أن رهانهم عليهم أخفق وفشل وتعثر في كل التجارب متاعة الربيع العربي، أخطر رجل في الإخوان اللي هو كان مفوض علاقتهم الخارجية خصوصا مع العالم الغربي يوسف ندى، كان من أوائل الإخوان اللي هم انهزموا لليبيا في الستينات في 1960، وقتها قبلهم الملك الراحل إدريس السنوسي، عطاهم الأمان، عطاهم الحماية، لكن طبعا شريط أنهم ما يشتغلوش في أي جانب ديني دعوي أو في جانب سياسي في ليبيا، احتضنتهم المملكة الليبية على رأسهم يوسف ندى هذا اللي أعطوه حتى جواز سفر ليبي، وبدأ في رحلته بين عواصم العالم الغربي هذه بجواز ليبي، وانطلق منها لإيطاليا والنمسا وسويسرا ولمع نجمة كرجل أعمال ناجح. فوقتها حافظ الملك إدريس السنوسي على علاقة باردة مع الإخوان، ما عداهمش بشكل خشن، وفي نفس الوقت ما عطاهمش المجال الواسع عشان هم يشتغلوا، عشان هم يعني يمشوا في مشروعهم. لكن نقطة التحول الأساسية في علاقة المملكة الليبية بالإخوان كانت في حادثة اغتيال الشلحي في 54 على يد محي الدين السنوسي، اللي يقال إن كانت عنده علاقات ممتازة جدا مع جماعة الإخوان الليبية. بعدين تم التضييق على عمل الإخوان في ليبيا في عهد الاستقلال، فخطرها طبعا المسألة هذه هي وإيميلات هيلاري كلينتون اللي وضحت لنا شكل العلاقة القوية وشكل التعاون والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإخوان المسلمين سواء في السر أو في العلن. هذا يعني شيء ما يدسوش فيه الأمريكان أبدا يعني من 2001، ويعتبروا فيها أن هي علاقة وثيقة وأن هي شراكة مثمرة وأن هي شراكة مهمة وأن هذه تمكنهم من حفاظ على مصالحهم في قلب العالم العربي الإسلامي. وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة مع فتحنا لهذا الملف من جديد وحديثنا عن خيبة الأمل الغربي في تعثر مشروع الإخوان المسلمين في كثير من الدول في دول الربيع العربي، وأن هم كان من المفترض يكونوا البديل الجاهز اللي ممكن هو يحافظ على المصالح الأمريكية هذه ويدشن العلاقة الكبيرة هذه وعلاقة التعاون والعلاقة المشتركة هذه بحفاظ على مصالح مشتركة، وأن الإخوان يعني يكونوا هم الحاكمين وهم البديل الحقيقي لهذه الدكتاتوريات. وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد الليلة، تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.